كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وشكرا لكم على الميساجات الزوينين. صراحه الله البنات اليوم ان شاء الله غنشاركوا معايا واحد الطريقه مختلفه، طريقه زوينه وسهله. غنشارك معكم اليوم تونسي او غوزلافي او كما كنقولوا نرويجي، ومعاه الطريقه ديال ان شاء الله ندخل معاه واحد الزواقه ديال العنكبوتيه يعني تركيه ان شاء الله. بقاو معايا حتى الاخر باذن الله. مع السلامه البنات، السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وكنتمنى تبقاو معايا باش تستافدوا، والشرح واضح والطريقه سهله وخدمه جديده. بقاو معايا على البدايه حتى الاخر البنات. المهم كما قلت لكم غندير لكم درس جديد. هذا هي الطريقه كما كنشبو الفيزلين في الثوب مزيان، خليه مسرح، ما خصناش نعوجو، خصني يجي لنا مقاده باش تجينا رشمه مقاده ان شاء الله مع رشمه جديده. بقاو معايا. المهم غادي نجيو هنايا، بسم الله غادي نجيو في مربع كبير هنا هكا. غادي نحسبو واحد جوج ثلاثة، نديرو ربعة، أنا غندير ربعة كاع هاك. وغادي نجي حدا المربعة أنفص معاها، يعني في نفس السطر، ماشي غنطلع وماشي غنهبط، نفس السطر. غنضرب خمسة ديال الضربات عندنا هاكا، نجي حداها عاوتاني ها التالتة هاكا، نجي عاوتاني حداها هكا المربع الصغور. علاش كنخدمو المربع الصغور البنات؟ باش ميبقى ليناش الفراغ هكا. ها الخمسة، خمسة ضربات هايا. مهم البنات، بالنسبة لخمسة ضربات عمودي، غنبقاو نضربو مرة عمودي مرة أفقي. حسبو من ها الضربة اللي ضربنا، واحد جوج ثلاثة ها ربعة، هانا درت. غادي نرجع نديرها في هاد العين هادي الاخرى اللي كنا ديجا خدمناها هاكا. غير بشويه وركزوا معايا، نحاول عاوتاني نطلع نطلع نضرب في المربع الصغور هاكا، تجي زوينه هادي هاكا. ما حيت انا شفتها بواحد الطريقه وانا بغيت نغير منها شويه، عجبتني ونغيرتها انا هاكا. غنديروا خمسة الرابعة، ضربوا هكا هالخمسة ونضربها في المربع هنا. خصكم تمشيو مع نفس المربع، ماشي تدخلوا في شي مربع اخر. دابا البنات غادي نجي هنايا عاوتاني هنا هنا، دابا غنطلع الفوق يعني عمودي افقي عمودي، وحنا غاديين بسم نحسبو من هنايا، غنحسبها من هنا، واحد جوج ثلاثة هاربعة، جي حداها في المربع الصغير هاك، جي في المربع حداها ونجي في المربع كبير هاكا. هانتوما البنات، هانتوما شتي، مرة أفقي مرة عمودي، شتو البنات؟ دابا باقي لي غندير واحد أفقي، واحد جوج ثلاثة أربعة، كنحسب عاد نخرج لي برا هكا. أجي نضربها هنا، طلع حداها، نجي حداها هنايا في المربع الصغور. شتي ملي كنعمرو المربع الصغور كي كيعمر لينا كيولي زوين، حيت الا مشينا بدينا كنعمرو غير المربع الكبير كيبقى لينا هذيك الفراغ. بهذه الطريقة نحاول، مبغيش نحبس لكم فيديو باش تشوفوه مزيان. دابا ركزوا معايا فين غادي نولي. دابا
عندنا أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة. دابا غادي نطلع باش غادي حيت غادي ندير معين، غادي نجي هنا ها فينا هنايا البنات ونحسب عاوتاني أربعة ونضرب خمسة، ضرب خمسة ديال العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة، وندير خمسة ديال الخطوط هكا ونجي حداها وندير هاك الطرف الكبير هكا ومشي حداها عاود هكا ونضرب هاك. دابا غادي نحاول ندير معين ديالي. دابا غادي ندير مرة أفقي مرة عمودي، واحد جوج ثلاثة أربعة، وندير هكا باش نوجد هذا الفيديو. البنات راه الا قلت لكم عايش ساعه، انا ديما كنخدمش بالنهار، كنخدم بالليل، كلشي ناعس، وانا كنخدم باش نخدم يعني على راحتي، يعني باش نرضي كاع المتتبعين، ايوا باش ما يكون لا صداع لا والو. المهم هكا دابا عاوتاني غادي نولي نطلع الفوق، واحد جوج ثلاثه اربعه، انتما غادي تشوفوا مزيان. نضرب هنا هكا حتى كنكملوا الرشمه اللي عندي. انا كملت، شتو البنات؟ دابا كيفاش؟ دابا غادي نحاول نهود هنايا، ندير لكم معين وديك الساعه نكمل باش ما يجيكمش الفيديو طويل. دابا غادي نهود ندير معين ديالي، غنجي هنا هنايا ونحسب من هنا، من عند هاد النقطه هادي نحسب، واحد جوج ثلاثه اربعه، نخدم معين صغور، يعني ديما كنخدموا الكبير والصغير. علاش كنخدموا الصغير البنات؟ حيت ما يبقى ليناش ما نخليوش الفراغ. أربعة خمسة دابا غادي نعود نجي هنايا في هاد الضربه الاخرى هنايا في نفس المربع وندير عاوتاني افق، واحد جوج ثلاثه اربعه. هانتوما البنات جي انفاس معاهم هكا، راه ساهله، اسهل ما يكون هي هادي. ومن الداخل شنو ما بغيتي تعمري، سواء بغيتي ديري البرازيلي او ديري الشمسيه. شتو انا درت خمسه ضربات، نحاول نجي هنايا عاوتاني، نحاول نجي نحسب، واحد جوج ثلاثه اربعه هاكا. شتي هي جبتها اونفاس معاها باش تشوفوا، باش نقول لكم هادي انا جبتها اونفاس مع هادي، وهادي غادي تجي اونفاس. هكا جوج ثلاثة أربعة خمسة. دابا غادي نعود شي هنا نحسب من هاد المربع الاخر، واحد جوج ثلاثه اربعه هكا الطول هكا هكا، وندخل داخل
دابا انا بالعاني درت لكم فيديو هذا باش تفهموا الدرس، ما بغيتش نحبس الفيديو، ندير لكم هي هذه وديك الساعات نوريكم السوق، نكمل المعين ديالي ونوريكم السوق اللي غنسوق لداخل. وصراحه الله راه ساهله. انا دابا كملت هنا خمسة ديالي، دابا غندير عمود واحد، واحد جوج ثلاثة هاربعة، هاك شتو؟ غنجي هنايا نفس هاد المربع. شتي مين كتخدمو العبار نيشان كيجيكم نيشان، كطلعو مكتغلطوش. انا دابا غنطلع نيشان هاد ثلاثة هاكا، هاربعة هنا معين صغير، معين صغير، وها هي الخامسة جبتها نيشان مع البداية. ها هانتوما كتشوفو، شتو البنات؟ دابا غادي نحاول نكمل الخدمة ديالي وديك الساعة نوريكم السوق. دابا غادي نخلي هادي ندير بحال هنا، انا نوريكم من غنطلع عاوتاني عاد نرجع السوق. شنو كما قلت لكم البنات، غادي نحاول ندير واحدة عاوتاني هنا، غادي نفس الطريقة غادي نجي غنجي ها فينا، هنا ها فينا، وغادي نحبس نحسب هكا واحد جوج ثلاثة أربعة بهاد الطريقة، وندير خمسة دياولي، ندير خمسة ديال السطورة دياولي هكا، يعني غندير خمسة ضربات هكا، ثلاثة ثلاثة، ندير ربعة، وها الخامسة هاك. راها ساهلة البنات، والله حتى ساهلة، أسهل ما يكون. ودابا غادي نحسبو كيما قلنا، غنحسبو من هاد العين اللي ضربنا، غنطلع جوج ثلاثة هاربعة، كنحسبو المربع الكبير، ومين كنخدمو كنخدمو الصغير. غادي نحاول نضرب حتى الصغير، علاش أنا كنضربو الصغير باش ميبقى ليناش الفراغ البنات. هي بصراحة راه كاين الأشكال بزاف، يعني ماشي واحد الشكل كينسيك في شكل هكا. ها الخامسة ها، دابا غادي ندير أفقي، غنجي هنا ها فينا، غنحسب خمسة واحد جوج ثلاثة أربعة، أنا مشيت مع الخمسة، أربعة ديال المربعات كبار، وكنعمرو خمسة ونعمرو مربع صغير هكا، ثلاثة البنات. دابا كتجيكم في الأول كتخلعو وكتقولو صعيبة، أما صعيبة حتى حاجة، والله البنات ما صعيبة شي حاجة بالله، صعيبة هي حاجة الوالو اللي ما تعلمتيلهاش، هاديك هي الصعيبة. هانتوما دابا غادي نجي ندير هنا، غادي نهود، يعني دابا غادي نهبط ندير المعين ديالي. تقدري ديرو الالوان، تقدري تخدمي لون باللون، ماشي غير ديري غير سامبل. نحسبو واحد جوج ثلاثة هاربعة هكا البنات، كنكملو، مبغيش نحبس الفيديو باش تفهمو الدرس مزيان، يعني مبغيش نقطع، وما كنبغيش يجيكم فيديو طويل باش ما تملوش. هي من احسن انسان يشوف الفيديو، انسان كيدير فيديو كامل باش نفهمو الدرس، وما الا درناه هذا راه ما غاديش تفهموه. هكا حسب واحد جوج ثلاثه اربعه، حيت احسن ديروا فيديو طويل باش تفهموش من البدايه حتى الاخر، احسن حاجه. دابا هانتوما كيفاش كندير انا دابا كملت خمسة ضربات، شتو البنات؟ دابا غادي نجي من هنايا غندير المعين ديالي هذا باش نكمل الرشمة، وراه ساهلة، واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة
5. دابا هانتوما البنات شنو غندير؟ غادي نهبط دابا هنا، شتي دابا نهبط باش ندير معين اخر هكا. 1 2 3 4 راه ساهل هكا. نجي حداها أربعة خمسة هاك. دابا غندير معين، نهبط 1 1 2 3 4 أربعة خمسة، حسب عاوتاني. 4 1 2 3 4 ندير طول. أربعة وخمسة. دابا غنطلع، دابا غنجي هنا نفس العين نفس المربع هكا، وغندير 1 2 3 4 انا كملت 5. دابا غندير افقي هاك، حاول زعما نقتصر الخيط. 1 2 3 4 هانتوما البنات شتو كيفاش كيجي؟ هاكا 4 5. ها انا كملت معين ديالي، شتو البنات؟ ما بغيتش ندير لكم فيديو ناقص ها كيفاش كيجي. دابا نحاول ندير شي وحدين وندير الزواقه. انتم البنات ها كيفاش كملتها، ها الشكل ديالو كيفاش كيجي. المهم انا درت شمسيه العنكبوتيه، ها كيفاش غادي نجيو غادي نحسبوا. شوفوا فين غنديروها، حاولوا غتحسبوا هاد الوسط اللي درناه هنا 4 5 غتحسبوا نيشان. شوفوا تحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 شوفوا الوسط 7 هكا، وتحسبوا من هاد التقبه 7 تحسبوا 1 2 3 4 وندخلوها من تحت هنا. حسب هنايا نحسبوها كما قلنا لك في الوسط هكا. غادي نجي لجنب اخر من هنايا نحسب 1 ونفصل معاها، نطلع 1 2 3 4 هكا وندخلها في الوسط. نجي هنا ونفصل معاها عاود، نحسب 1 من هنايا من هاد التقبة هادي ونطلع بمربع 2 3 4 هكا، ونجي هنا عاوتاني نحسب 4. شتو؟ نحسب 1 هكا 1 2 3 4 وندخلو هنايا هنا هاكا، وندخلو في التقبة هنا. دابا غنحسبو، شوفو من هاد التقبة غنحسبو هنا في هاد الطول هذا، يعني غنقسموها على 6 على 8. 1 نحسبو 2 3 منحسبوش 4 3 هاكا، باش تجينا دائرية بحال هاك. وندخلو هنا في الوسط، غير ركزو بشوية غتفهمو.
نص هنا غنجي هنا عاود في الوسط، واحد جوج ها ثلاثة، وندخلها في الوسط شي جهة اخرى، نحسب واحد جوج ثلاثة، شتو؟ ان شاء الله يكون واضح. وندخلها هنا في الوسط، كتجينا على شكل دائرة. غنحسب من هذا الوسط طلع المربع واحد ها جوج ثلاثة، وندخلها هنا في الوسط. انتما البنات ها كيفاش جات. دابا فين غنحشيوها؟ حشيوها في اي بلاصة اللي بغيتوها، اي بلاصة. دابا انا غنجي نديرها هنا ها فينا، ما تدخلوهاش في وسط، حاولوا تجيبوها في المربع ديال هاد الفيزلين باش ما يتفسخوش ما يتعكس لكمش. المهم انا خرجتها، شوفوا البنات فين خرجتها، خرجتها هنايا، نخرجها وشوفوا الطريقه ديال الخدمه. دابا شوفوا معنا، كاين معايا عندي الخيط جاني في الوسط، يعني كاينه العين قدامها وموراها، يعني غنحاول نهزهم بجوج هكا، نهزهم بجوج، شوفوا معايا، حاول نهزها بجوج هكا ونجر نفس الطريقه. في تشوفوا الخيط عندكم في الوسط، حاولوا ترجعوا الخيط اللي قبل منها واللي قدامها، يعني غنبقاو نهزو جوج. شتو ليبرا؟ ها هي الخيط في الوسط، شتي ها هو، نحاول نجي الخيط قبل منها واللي قدامها باش كتجينا شكل عنكبوتيه. هذه دابا نديرها لكم ان شاء الله بوحدها باش تبان لكم بلا فيزلين هكا، ونهز نخلي الخيط في الوسط. شتو البنات؟ هكا نجي الخيط اللي قبل منها واللي قدامها، وكنبقاو مستمرين على هذه الطريقه حتى كنتينا شكل العنكبوتيه هكا، ونجر عاوتاني. ها هي شتي فين هو الخيط؟ نجي اللي قبل منها واللي قدامها، شكل جديد يعني هكا، يعني غوزلافي تونسي مع هذا كنسميوه اما تركي اما كنسميوه العنكبوتيه هكا. واحد دابا راه كلشي ولا كيسمي شنو ما بغا، هي راه نورمالمو كنسميوها العنكبوتيه هكا، علاش هي كتخدم على شكل عنكبوتي هكا حتى كنبقاو ندورو ديما الخيط. خلي شوفوا الخيط فين عندكم وسيروا قبل منه وقدامه، هزوا في خطره جوج وحنا كندورو، هي راه كتعمر لينا ان شاء الله. دابا ندير لكم هاد الدرس هذا بوحدو بلا فيزلين، هاد الشكل ديال العنكبوتيه كتجي زوينه هكا. نجي الخيط اللي قبل منها واللي قدامها، في تشوفوا الخيط عندكم هذا، في تشوفوه حطوه قدامكم سرحوا باش يبان لكم، هزي الخيط اللي قبل منها واللي قدامها، هو خصو يكون في الوسط. نفس الطريقه كنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا، ديما اللي قبل منها واللي قدامها، والخيط يكون عندكم في الوسط، يعني الخيط مين يكون في الوسط حاولوا تمشيوا اللي قبل منها واللي قدامها، هزوا جوج خطره. كنتمنى يكون الشرح يكون واضح لكم، ولا كان شي تعليق على شي حاجه البنات خليوا لي التعليق، وانا تحت الامر ديالكم تحت الطلب ديالكم مرحبا. دي بغات شي حاجه نطبقها ليها، قلت لكم ديجا على راس وعينيا هكا صافي، حتى كنستمروا نحاول نحط ونخدم هكا، نحاول نحط ونخدم باش كنعاون نهز داك الخيوط باش ما نقيسش، باش ما نهزش الفيزلي، باش ما نهزش الكانفا هكا حتى كنكملوا. هذه كنسميوها البنات العنكبوتيه صافي، احنا كملناها بقات لي نضرب وحده وصاي هكا. نخرجها شتو ها كيفاش، نفس الطريقه غنديرهم هنايا. المهم ديجا قلت لكم انش كنجيو نحسبو سبعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني هنايا تقبع عندنا سبعة، وكنعاودو نطلعو نحسب جوج من هاد تقبع سبعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، وندخلوها هنايا ونخدمو نفس الطريقة قلت لكم.
صراحة كتجي سهلة وكتجي زعما طريقة هذه بوحدها جديدة. ولا بغيتو تزيدو تعمروها تزيدو، راه ماشي يعني صافي راها كملنا. لا لا بغيتو تزيدو مسارجيا، جي هنايا هكا ان شاء الله. دابا ندير لكم الطرس ديال العنكبوتيه، غندير لكم طريقه ديال لون واحد، وندير لكم طريقه ديال جوج لوان حتى ثلاثه لوان شحال ما بغيتو. يعني الا بغيتو العنكبوتيه فيها الالوان هكا صافي سهله. وندخل في شي معين، في شي مربع اللي معجبكم هكا صافي. كيما قلت لكم ها هي دابا انا عندي الخيط، عندي الخيط هو في الوسط شفتوا البنات. دابا غادي نهز الخيط اللي قبل منه واللي قدامه هكا ونخرج نفس الطريقة، نهز الخيط اللي قدامه واللي قبل منه واللي قدامه. يعني هاو يعني عندنا الخيط هنا، غادي نجي اللي قبل منه واللي قدامه كنهزو خطرة جوج خطرة بهالطريقة البنات صافي حتى كنكملو. هنا من هذا الفيديو هذا كنطلب البنات دعمونا وشجعونا ان شاء الله، تدعمونا باللايكات ديالكم. كنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم، وكنشكركم على داك الميساجات الزوينين. وصراحه الله ما كذبش عليكم، راه نتوما اللي وصلتونا لهاد حتى لهاد المرحله. كنقول لكم شكرا بزاف والله الله يخطيكم، وان شاء الله ربي اللي غيجازيكم على الدعم اللي كتدعمونا وكتعطيونا واحد القوه نزيدو لقدام. وصراحه الله يعني ماشي سهل الانسان يحاول يوجد ويدير، ماشي سهله، ولكن بكم نتوما تكون سهله ان شاء الله بالاراده ديال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. وكنقول لكم شكرا بزاف، وكنموت عليكم على المتتبعات ديالي اللي كيخليو ليا التعليق زوين، وحتى بعض الاخوان الاصدقاء اللي كيدخلوا اصدقاء عبر اليوتيوب اللي كنعرفوهم كنقول لهم حتى هما شكرا ليهم جزيلا. واخا ماشي الدومين ديالهم ديال الطرز كيدخلوا وكيشجعوني، كنقول لهم شكرا بزاف 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 هكا البنات حتى كنكملوا الطريقه ديالنا. صافي انا دابا ساليتا نخرج بحالي على برا، شفتوا كيفاش نفس الطريقه. دابا ندير هذه، بقاو معايا انتم البنات ها كيفاش جات بالنسبه للشمسيه. بالنسبه لهاد البلاصه كان عندنا الفراغ بحال هكا، قلت طاحت ليا فكره نعمرها بحال شكل فراشه. نجي لهاد البلاصه هذه في القنت هكا، يعني عطات واحد الشكل جديد زوين صراحه. يعني ضروري بدا تبتعدوا غا مع مراسكم، تبتعدوا شي حاجه مراسكم، ماشي ضروري تشوفوا شي حاجه خصكم تطبقوها هكا. صافي ثلاث ضربات نجي هنا في القنت ديال هاد المربع اللي خدمنا هكا مع هاد القنت اونفاس معاه، يجيني بحال شكل. نجي هنا عاود نجي ها هو على شكل بحال اكس، ونجي في الوسط نخرج حيت عندنا ضرب خمسة ضربات. نجي للضربة الوسطانية ثلاثة العين الثالثة، ونضرب هنايا عاوتاني في العين الثالثة في الوسط. هادي تجيني بحال شكل فراشة نفس الطريقة جهه فينا. يعني بغيت ندير لكم شي حاجه اللي ما كايناش، ماشي ما كايناش يعني ما دايريناش البنات بزاف ديال البنات اليوتيوب، بنات اللي كيطرزوا تبارك الله صلى على النبي، راه الخير موجود. البنات اللي كيديروا الطرز ما شاء الله راه عندهم ما يقولوا صراحه. الحمد لله اليوتيوب علمنا بزاف ديال الحوايج هكا. بقات لي هاد الضربه هذه كما كنقول لكم الحمد لله يوتيوب علم عرفنا بزاف على الاصدقاء، على المعرفات بزاف الحمد لله، على الطرازات وعلى عمليه يدويه مع اصحاب الشيوات الحمد لله هكا. احنا كملت هاي الضربه الاخرى، يعني شتي الشكل ديالو كيفاش جا البنات. قدري البنات قدروا يتعمروا حتى لهاد البلاصه، المهم انا خليتها هكا خاويه وندير لكم الشكل من بعد شكل اخر. كنتمنى يكون هاد الدرس اليوم واضح ويكون يعني
يكونوا فهمتوا الشرح، يكون وصلت لكم هاد الخدمة هذه. وكنقول لكم شكرا بزاف، وكنموت عليكم، ودعمونا، كنتمنى تدعمونا بزاف وديروا اللايكات. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، ونهاركم مبروك مع رشمة واحدة اخرى زوينة موراها ان شاء الله بإذن الله. كنقول لكم تهلاو ليا فراسكم، مع السلامة.